احنا كل اللي عايزين نوصل له ان الادمنستريتور احنا الموقع بتاعنا كويس وكل حاجه تمام، وبدانا نعرض ونعمل شويه فيه شويه شغل حلوين والكلام من ده، مفيش مشاكل. بس احنا عايزين نزود امكانيه الامكانيات الضروريه والمهمه لاي سايت، الا وهي ان احنا عايزين نعمل ايمج ابلود. عايزين الادمنستريتور يقدر يابلود ايمج بتاعت ايه؟ بتاعت منتج او بتاعت كتاب او بتاعت ايتم او بتاعت زي ما انت عايز تسميه، وتتخزن انتو داتابيس. في عندنا كذا طريقه للموضوع دوت، خلاص يعني هتلاقي في طرق ان احنا نعمل ابلود ونرفع الايمج زي ما وفي ناس تقول لك لا احنا بنعمل ايه، احنا بنعمل الصوره وبناخد منها كوبي وبننقلها في مكان تاني ونسيب جوه داتابيز اليو ار ال بتاعها. وانا معترض جدا على دي، يعني دي من ضمن المشاكل كتير جدا اللي بتحصل يعني. لكن في الغالب احنا انا بفضل ان انا ارفع الصوره، خد بالك بقى من السيناريوهات، انا ارفع الصوره. كل سيناريو ليه مميزات والعيوب، عشان بس ما حدش يقول انه الاحسن، ما فيش حاجه اسمها انه الاحسن على الاطلاق، على حسب الحاله بتاعتك. انا افضل دايما في غالب الابلكيشنز ان انا ارفع الصوره ورينيمها واخليها اسم الصوره يكون البرايمري كي بتاع الحاجه اللي انا رافعها. بمعنى انا رافع صور الموظفين، فالموظف ده رقم 512، فانا هرفع الصوره بتاعته 512 خلاص، واعملها ابلود عادي جدا وتبقى ليها يو ار ال. طبعا هتلاقي ابلود عادي جدا فالصوره ليها مكان عادي، فانا اوتوماتيك لما اكون بعرض الراجل 512 فانا عارف الصوره بتاعته اسمها 512 دوت جي بي جي. حتى لو كانت هي دي جي اي اف، انا بكونفرت النيم الى جي بي جي، مش بكونفرت التايب. في فرق ما بين الكونفرت التايب، وفي فرق ما بين ان انا بثبت الاي نيم، لما يعني اكون بثبت الاسم بس عشان ابقى حافظه، عشان من الاخر السيستم يبقى عارفه من غير اي مشاكل. برفع الصوره اي امتداد بحط لها في دوت جي بي جي، او ما احطش اصلا امتداد اصلا، واثبت اسم الصوره بنفس الاسم بتاع الايه؟ بتاع الاي دي بتاع الـ بتاع الـ بتاع الـ او الرامر دي بتاع الشيء اللي انا برفعه. وبناء على كده ببقى حافظ الصوره فين؟ في اي وقت عايز اعرض الحاجه وابقى عارف صورتها موجوده فين، لان الاسم بالنسبه لي ستاتيك. وهو امب ايمجز، وبعد كده انت عايز تعرض الموظف رقم 15 يبقى صورته اسمها 15 دوت جي بي جي، بالنسبه لي معروفه ما فيش فيها اي ايه؟ لبس. ودي طريقه كويسه ما فيهاش مشكله. خلاص؟ في طريقه ثانيه ان انا استور الايمج ذات نفسها جوه الداتابيز ذات نفسها. ودي شويه بتفتح شغل اكتر بالنسبه للناس اللي بتبقى عايز تتعامل مع الايمجز بشكل ايه؟ بشكل اكبر. طيب احنا هنعمل ايه النهارده؟ وانا كنت افضل ان اعمل لكم ابلودر، بس مش مشكله، هنعمل اللي هي بتخزن جوه الداتابيز زي ما انتم طلبتوا يعني. خلاص انتوا عايزين تعملوا اللي هو بيخزن جوه الفيلد بتاع الداتابيز الصوره از بايتس. خلاص بايتس موجوده عندي جوه الداتابيز، وانا بخزن الصوره كفيلد كسل جوه الفيلد بتاعي او جوه الرو بتاعي، متخزنه مع الايه؟ مع حسب مع الحاجه اللي انا حاسب ان انا بشتغل عليها. فاحنا لو جينا مثلا بصينا كده عندنا في السيرفر اكسبلورر وفتحنا الداتابيز، وادي التيبلز اللي عندي، تيبل اللي اسمه بوب، وقلت له انا عايز افتح التيبل ديفينيشن. احنا كنا متعودين دايما الكود فيرست بنكتب الكود وهو بايه؟ بيسمع في الداتابيز، دي موجوده، او ممكن يعني هزود حق هنا وازوده هناك في الاثنين يعني، واشتغل. المفروض دي برضه يقبلها، لو لا الاثنين زي بعض ما بيعترضش يعني، مش قضيتنا دي. لكن القضيه اللي انا عايز اقول عليها ان انا عاوز هنا في الفيلدز الموجوده، انا عندي لغايه الفيرجن ديت صح، عايز يعني ازود هنا حاجه اسمها ايمج داتا على الجدول ده تيبل. عايز اعدل هنا على الجدول دوت مثلا، عايز اقول له الالتر تيبل، عارفين طبعا جمله الالتر تيبل صح؟ جدول البوكس، عايز اد يعني عايز اد الكلام ده كله. هو اللي مش مطلوب دي ليه؟ لو ان انا اخزن الفايل اللي عندي او الصوره يعني على الهارد ديسك، هو مجرد بس الاسترنج بتاعه اتخزن في الداتابيز، ولا الاسترنج بتاعه اتخزن في الداتابيز؟ انا معترض تماما. ليه؟ الاصل في الموضوع ان انا هرفع الصوره، ولما ارفع الصوره ديت اعملها ابلود اخزن اليو ار ال بتاعها عندي في الريكورد يعني. طيب المشكلة ان الناس لما بتعمل دي ليه؟ تقول لك عشان الصورة تفضل باسمها. طب تفضل باسمها ليه؟ ده من ضمن العيوب انها تفضل باسمها ليه؟ انا مثلا اسمي عادي، فقمت عامل ابلود عندي على البروفايل بتاعي، قمت رافع الصورة كان حظها ان هي اسمها على الجهاز عادل. خلاص؟ فلما رفع
حطها في الصور بتاعت البروفايلز بتاعت الناس، فنزلت بالصوره اسمها عادل دوت جي بي جي خلاص، وبتتعرض على الايه على الاكونت بتاعي، لان مش سايب اليو ار ال بتاعها، بان هي جوه مثلا جوه بروفايلز سلاش ايمجز سلاش عادل دوت جي بي جي مثلا. وارد مش بصدفه كبيره يعني، ده وارد جدا ان واحد تاني اسمه عادل وتكون الصوره بتاعته على الجهاز اسمها عادل دوت جي بي جي، وارد جدا. وما اجي ابلودها انت باي ديفولت هتابلودها فين؟ في نفس الاريا بتاعه البروفايلز بتاعه الناس، صح ولا لا؟ في الحاله دي اللي هيحصل على الساعه كسيستم بقى كويندوز بقى هيحصل ايه؟ هيربليس الايه؟ هيربليس الصوره، ولما يربليس الصوره هلاقي ان الاثنين طلع عندهم صوره جديده. فده من الخطر جدا ان انا اسمي نفس الصوره بنفس الاسم اللي اترفع بيه وسايب اليو ار ال. طيب واحتمال خلاص انا هرفع الصوره ورينمها بشكل ما يتكررش، انا مش عايز حد يربليس ها صوره بتاعت حد تاني معايا ولا ايه؟ فانا هرفع صوره بحاجه يونيك بحيث ان ما تتكررش، وبحيث ان انا اقدر محافظ ان مش حد بيرابلس حد. فافضل حاجه ان انا احط الصوره ارفعها باسم الايه؟ بالبرايمري كي، ايا كان ايه هو البرايمري كي، لان البرايمري كي انا عارف ان هو ما يتكررش مفيش مشكله. صوره عادل بقى، عادل ده كان الاكونت بتاعه رقم 513، فانا هروح بقى اخلي صوره الصوره بتاعه 513. وسايب اليو ار ال معاه في الايه؟ طب هسايب اليو ار ال ليه؟ حد يجاوب عليا. ما هي الميزه من ان انا سايب اليو ار ال؟ عشان بجيب الداتا بيز اشتغل. طب ما يا ابني ما هي ثابته. لو انت عملت بالطريقه دي فانت متاكد ان الفولدر اسمه بروفايل سلاش ايمجز سلاش عادل رقمه كام؟ 513. يبقى 513 دوت جي بي جي. يبقى انا بلخص في ان انا اسايب في الداتا بيز حاجه انا ممكن استنتجها. فهمت ازاي؟ الا وهي جزء ثابت وبلس البرايمري كي بتاعه اللي انا استغلته في ان انا بتشنج النيم بيه. في الحاله دي يبقى انا مش محتاج ان انا اسجل الايه؟ طالما برفع وانا اللي متحكم في التسميه، يبقى مش من المفضل ان انا سايب الايه؟ المسميات. الا لو انت جبت لي كيس مش جاي على بالي انا دلوقتي، قلت لي في عندنا حاله بتعمل كذا 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 وبنضطر نسيب الاسم زي ما اترفع، ولقيت ان هي حاله منطقيه اقول لك ماشي، بس انا ما لقيتش حاجه زي كده. خلاص؟ يعني ما جاش في بالي ولا شفتش حاجه وقعت في دماغي غير ان هي زي ما تقول ايه حاجه معتاده اتنقلت مع الناس اللي شغاله من الديسك توب ابلكيشن للناس اللي شغاله ويب. فان ازاي في حاله ان هو دايما بياخد الصور وهو بيبقى اصلا بيديله المسار بتاعها وبيسيب المسار ومش عارف ايه، فالمسارات عندنا في الويب احنا كده لازم نابلود. هو بعض الناس بياخدوها مش منطق مثلا ديسك توب او ويب يقول لي ان انا مثلا عندي داتا بيز دلوقتي لما بحمل عليها فايل الحجم بتاعها كبير جدا مش كبير معايا ماشي. لا انت كده قلبت اتكلمت على موضوع تاني. ايه هو؟ لا انت بتتكلم دلوقتي على التخزين جوه الداتا بيز، احنا نرجع التخزين جوه الداتا بيز. طيب ماشي، ما احنا الاول قلنا قبل كده من ضمن اكبر عيوب ان انا اخزن الباينري فايلز سواء كانت ايمجز او فيديوز جوه التيبلز اللي بتكبر حجم البيانات وبتعمل تقل في الجمل السلكت. فواحد قال لي ايه؟ طب انا ممكن عندي فكره. قول يا عم. قال لي مين قال لك ان انا هحطها في نفس الجدول؟ انا هعمل جدول تاني اكستنشن للجدول ياخد البرايمري كي ومعاه الحاجات التقيله دي، بحيث لما اكون شغال مع الداتا بس ما عنديش مشكله. احتجت صور فكده كده هحتاج صور. حل؟ حل. زي تفكير ان هو يحاول يخفف الجمل بتاعته، بدل ما انا بقول له سيلكت لي كل الناس اللي في الجيزه فبيجيب لي كل الداتا اللي في التيبل، فاوتوماتيك بكل الصور بكل ده. طبعا الداتا اللي بعبوها كانت تقيله، فهو عايز يخفف ده. ممكن اعمل فيو. ممكن ماشي اعمل فيو. لا ما قلت لك الفيو هو عباره عن جمل سيلكت يعني. بس من غير بقى اقول له لا هي خلاص مش هسلكت الصوره. ماشي مش هسلكت الصوره. ماشي هتقول انت بتسلكت فيلدز معينه غير الويرنج يعني. ماشي على العموم هو بيقول لي خلاص انا هخفف الداتا لما اكون مش محتاج الصور، لكن انا محتاج الصور كده كده الصوره هتتنقل. سواء كانت خد بالك معايا الحته دي، سواء كانت هي متعمل لها ابلود الصوره كده كده هتتنقل، سواء كانت هي جايه من داتا بيز كده كده الصوره هتايه؟ بحجمها يعني مثلا 1 ميجا كده كده ال 1 ميجا دي هيحصل لها داونلود عند الكلاينت. سواء كانت معمول لها ابلود او سواء كانت ايه؟ من خزينه جوه الداتا بيز. ده رايه وده رده عليا. رد منطقي فعلا. يعني كده كده حتى لو الصوره معمول لها ابلود وهو طلب ان هو يعرض الصوره فهي بيحصل لها ايه؟ بيحصل لها داونلودنج. عشان تتعرض قدامك كده بيحصل ترانسفيرنج للميجا دي. ترانسفيرنج للميجا دي. خلاص؟ ولو انا شغال على الداتا بيز ما هو نفس الفكره، لو انا طلبت الصوره دي فحصل ترانسفيرنج للميجا دي. طالما انت بتتحكم كويس في الجمل بتاعتك بحيث ما تعرضش حاجه، يعني ما تجيبش داتا فيها صور وفيها بتاع وانت اصلا مش محتاج ده،
وبتقدر تتحكم في اللي انت عايزه بس، وبتبقى يعني ما تبقاش دايما كله سيلكت استرس كله 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 كله، لا بتحدد بالظبط انت عايز ايه. فانت كده قدرت تهرب من حته ايه، من حته التقل بتاع البيانات. انا بفضل ايه، انا بفضل ايه، وما زلت شايف ان دوت الكومون سوليوشن يعني، او الحل اللي هو الشائع اللي انا شايف ان هو افضل، ان انا ارفعها ابلودها مش فيها مشكله خالص. وقت ما بحتاجها بلاقيها، مش محتاجها ما فيش مشكله. اللي زي وما اشغلش الداتا بيز بالفكره دي. في ناس تيجي تقول لك الله ده انا عايز اعمل ايميج بروسيسنج، ده انا عايز اعمل مش عارف ايه. لا يا اخويا ما تقعد داتا بيز. فاهم ازاي؟ انت مش هترميها تقول لي طب انا ممكن ارميها فايل وابلعها ستريم واشتغل عليها واعمل ايميج بروسيسنج واعمل مش عارف ايه واعمل. صح برضه. يعني عايز اقول لك الطرق حلو كده. انت حطيت شرط اقدر اجاوب على اساسه. كنت واخد بالكم من السؤال ايه افضل حل في حاله، فانا امسك حاله نعرف نتكلم عليها. لو عندي حجم الصور ايه كبيره يعني الصور تقيله ابلكيشن زي اديني مثال اللي انت قصداه يعني زي مثلا بنعمل كذا مثلا بنعمل سكانر للكود بره. لا لا يفضل تعمليها بره فايل فولدرز. في اي حاجه اقدر ان انا اصغر بيها حجم الفايل؟ طبعا في كتير طرق اعمل بيها كومبريس كتير جدا، او ارفع صوت اعمل بيها كومبريس، بس طبعا بتفقد الايه الريزولوشن بتاعها. في بقى ناس بتعمل حركه ثانيه، خد بالك عشان تلاقي تعجبك. بس بقى شغل الناس بقى اللي شغاله في الاريا دي، فاهمني ازاي؟ يقوم عامل ايه؟ يقول لك خلاص انا هعمل كومبريس للصوره، اضغطها جدا وهضيع الريزولوشن، مش مهم خلاص، وهحتفظ بالريزولوشن العالي. بعد ما اخد لك انا احتفظ بالاثنين خلاص، احتفظ بواحده ريزولوشن قليل واحتفظ بواحده ريزولوشن ايه ريزولوشن عالي، واشتغل بالريزولوشن الواطي دايما خلاص، الا في الصفحات اللي انا بديله فيها ان هو يكبر الايه يعلي الريزولوشن او اعمل له سويتش على الصفحه اللي فيها بقى ايه الريزولوشن العالي. في الحاله دي بكتسب ايه؟ ان السيستم بتاعي بيبقى سريع طول الوقت، ولما بيخش عايز يدقق ببقى برضه حافظ له على الصوره اللي هي فيها ايه فيها الدقه العاليه. فاحنا ممكن برضه نقول والله طب ماشي هنعمل هنشوف اسلوب من الاساليب مثلا بتاعت الكومبريسنج دي العاليه دي، واعمل كومبريسنج لصوره وهرفع الكومبريسنج اللي هي مضغوطه وهرفع الايه؟ وارفع اللي هي الصوره اللي هي الهاي ديفينيشن خلاص، واشتغل السيستم بتاعي كله على الايه؟ على الشغل اللي هو المضغوط الا لما بايه؟ قول لي انا عايز ايه؟ انا عايز اكبر. لا مش الداتابيز، انا قلت ارفع. قلت ارفع ابلود مالكش دعوه بالداتابيز، يعتبر داتابيز فايلز. انا هعمل فولدر مثلا لكل مريض يجي لي، هي بتتكلم عن حاله مرضى، وبعمل لهم سكاننج للايه للتحاليل الطبيه ومش عارف ايه والكلام ده كله. فدي اصلا بتبقى كتير اصلا بتبقى المريض الواحد بيبقى عنده فايلز كتير جدا خلاص، فانا مش عايز اعمل هيد جامد جدا على داتا بيز ومرضى كتير وتحاليلهم كتير، والدكتور لو فتح له مثلا ماشي حاله، مش يقول لك عالي ماشي حاله، وقعد سنه السيستم هيطلع لسانه من حجم الفايلز والداتا اللي موجوده جوه الداتابيز. فطبعا ده كده انا بموت الداتابيز. ففي الحاله دي لا 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 انا هعمل بس وانا بمشي اقوم عامل فولدر باسم الايه؟ المريض. جوه فولدر باسم المريض اعمل بقى ايه التحاليل بتاعته، كل واحد تنزل بتاريخها وارمي الفايلز بتاعته، وبس بسجل في تيبل ان هو عنده التحليل الفلاني، سلم لي التحليل الفلاني في التاريخ الفلاني مش عارف ايه، كل الداتا اللي انا عايزها، واخلي اسم الفايل اللي بينزل بنفس الايه؟ الاي دي بتاع التحليل اللي انا رفعته. ده من وجهه نظري ده افضل حل في الكيس دي خلاص، في الكيس دي. لكن كيس واحد تاني بيقول لك ايه ده مجرد صوره البروفايل بس، صوره البروفايل بس خلاص، مش هعمل اكتر من كده يعني في الموضوع يعني. خلاص يا عم ارميها في، عايز ترميها في فولدر ماشي، عايز ترميها في الداتابيز مش تعمل قضيه كبيره، عشان انا عدد اليوزرز اللي عندي يعني كلهم مش كبير قوي. لكن ما انتش مثلا الفيسبوك مثلا تقول عندي ملايين الملايين من اليوزرز، ده دخلت في كيس بقى كبيره، لكن دخلت في كيس كبيره ما ينفعش فيها ان انا اخزن جوه الداتابيز اصلا. فهمتني ازاي؟ لان لو انا والداتابيز دي اللي هتشيل كل الكلام ده هيبقى صعب جدا، يبقى انا هشتغل فايلز. فهمتني؟ لان عدد الداتا هيبقى رهيب. فهمتني؟ بس تبقى حاجات على حسب الكيس. في الغالب طول ما الداتا كتير، طول ما انا بلجأ للفايلز احسن ما بلجأ لان انا خازن جوه الداتابيز. طول ما الداتا مثلا شويه برودكتس مش هيوصلوا في اكثر حالات ان انا هبيع مثلا 500 برودكت 1000 برودكت 1500 5000 برودكت 10000 برودكت مش هيزن عادي، الداتابيز مش هتقول لك لا، مش هتبقى ازمه بالنسبه للداتابيز. لكن لما تكون بتتكلم في الملايين والحاجات الكبيره دي لا، خد بالك بقى. لو كنت بتتكلم في ان المريض اصلا لوحده هيبقى ممكن يقول لي مرفوع له 10 12 تحليل، لا خد بالك بقى. لو كنت بتتكلم على سيستم داخلي اصلا الناس شغال عليه
ما عمل تحاليل طبيه وتقول لي تحليلها خزينه جوه الداتابيز ده اليوم الواحد بيعمل فيه كام تحليل؟ انت بتهزر؟ احجامها هتبقى رهيبه. فعمليه الاحجام دي بتفرق معاك في القرار ذات نفسه. فاحنا في مثالنا ببساطه يعني انا يعني دايما الحكايه تبقى دايما وضعيه يعني خلاف، بس احنا بالنسبه لنا يعني هناخد طريقه من الطرق وعايزين تعملوا الطريقه الثانيه مفيش مشكله، عايزين نعمل يعني بس يعني كده كده مش هنقدر نعمل كل الطرق في كل الاوقات يعني. خلاص ناخد طريقه دي ما وانت بتكمل يعني عايز تشوف طريقه ثانيه طريقه ثالثه، عايزين نعمل الابلود انا ما عنديش مانع نبص على الابلود، عايزين نعمل دي ماشي هنشوفها مع بعضينا حد يعملها ويوريها لنا يعني ما عنديش اي مانع من اي نوع يعني. ها اسئله ثانيه؟ طيب على المهم الالتر تيبل اللي هو اسمه بوكس وعايز اد فولدر او اسف كولوم اسميه الايمج ديتا خلاص، ودي مثلا اخليها var binary هو المسؤول عن اللي هو اي الصور او الاوديو او الفيديو او حاجات اللي هي الباينريز اللي هي حاجات اللي اصلا تخزن على الجهاز بشكل باينري خلاص. var من varying يعني بشكل اشكالها المختلفه، الباينري باشكالها الايه المختلفه، دوكيمنتس مش عارف ايه يعني الطريقه دي تعتبر طريقه موحده ان انا اقدر اخزن ايمجز فيديوز اوديوز دوكيمنتس، فده بي دي افات عايز اخزنها بنفس الاسلوب، فدي برضه طريقه من الطرق اللي هي الواضحه جدا نقدر نعمل بيها، ممكن تغير ايمج بقى ممكن نخليها فايل داتا يعني مش هتفرق معانا، بس خليها ايمج على نفسها بنرفع صور يعني، لكن هي بنفس الطريقه تسمع فايل داتا وتشتغل نفس الاسلوب هتلاقيها اشتغلت معاك على حسب الفايل اللي انت بتبعته يعني. حجمه هيبقى ايه؟ اديته الماكس، طبعا الماكس بيختلف من فيرجن لفيرجن، انا مش فاكر اخر فيرجن احنا هيبقى كام يعني، ممكن تبقى نبص على الانترنت نشوف الماكس بتاع الفار باينري بتاع الداتابيز اس كول سيرفر اللي هي لوكال دي بي اللي نازله مع فيجوال سيو 2015 او الفيرجن اللي شغال عليه، شوف الماكس كام لان بتختلف من فيرجن ليه؟ من فيرجن لفيرجن يعني. طيب وممكن تيجي لي نل عشان اصلا انا عندي داتا نل اساسا صح ولا ايه؟ صح ولا لا؟ واضيف كمان الايمج دي الايمج ذات نفسها دي الايمج ذات نفسها ممكن اسيب النوع نوع الايمج ذات نفسه نوع الايمج هل جي اي اف هل جي بي جي هل بي ام بي هل الى اخره يعني، فهقول له ايمج ايمج ام اي ام اي اللي هي نوع الفايل تايب ودي فاريد شير عادي على مثلا 50 حد فاكر اختصار ام اي ام اي؟ يعني مثلا الفيديوز في حد ذاته لما بنيجي نشتغل عليه مشكلته ان حجم الفيديو ذات نفسه هو حجمه كبير، حجم كبير بياخد وقت كبير جدا في الابلود، وغير كده السيرفر بتاعي في الغالب مش هيبقى مستحمل ده، في الغالب مش هيبقى هو قادر، حتى لو رفعت فيديو في الثاني في العاشر في العشرين هلاقي ان السبيس اللي انا شاريها هتبقى عندي فيها مشكله. ففي غالب الناس بتعمل ايه؟ بنروح عاملين على اليوتيوب شانل يعني ونعمل اي بي اي بتاعه اليوتيوب بحيث ان احنا نقدر نشتغل مع اليوتيوب بحيث ان انا اقدر انا ابلود عندي وبرفع مش رافع عندي انا بدي للايه؟ اليوتيوب هو اللي بيترانسفير عنده وبعد كده اليوتيوب بيريتيرن ليا الايه اليو ار ال بتاعه وابدا اشغل عليه خلاص. يعني ده المعتاد ان انا بشوف هوستنج للفيديوز لان بيبقى عندي دايما مشكله في ان انا هوست الفيديو بتاعي، اما لو انا بعمل حاجه لوكال فمفيش عنده مشكله يعني على حسب بقى الهارد ديسك اللي عندك يشيل يعني فاهمين ازاي، بس لكن بتشتغل بنفس الاسلوب ابلودها عادي كاز فايل او ابلودها جوه داتابيز، بس انا افضل ان انا ابلودها جوه داتابيز. واحد يقول لي ما انا هعمل زي ما قلت لك داتابيز يعني جدول بروك ليجي فيديو فانا هعمل فيد جدول للبوك فيديو وعامله منفصل تماما عن الجدول دوت ومش هشتغل عليه غير لما اكون محتاجه ماشي. المهم تبقى حذر وانت بتشتغل بحيث ما تلودش داتا كبيره على الفاضي وانت مش شغال عليها، ده اللي اقصده. ام اي ام اي اللي هي مالتي ايه انترنت مش عارف ميلينج بيربوس او اكستنشنز، بس انا مش اللي اكيد في اختصار اخر يعني. نعم ام اي ام اي اختصار يعني، بس هو دي متاكد ان هو ليه اختصار تاني يخص ام اي ام اي ولا ام اي ام اي
ماشي. طيب على العموم احنا دلوقتي عايزين نرن الجمله دي، فهقول له عايز ابديت الداتابيز. قال لي احنا اصلا جوه كريت تيبل ومش كريت تيبل، طلع مش جوه كريت تيبل ولا من ده. هناخد كوبي من هنا سيرفر اكسبلورر كده، حتى على هنا داتابيز. انا عايز اعمل نيو ايه، نيو كويري كده، وبست الجمله واقول له نفذ. قال لي كوماند كومبليتد سكسسفلي. افتح التيبل كده، تيبل ديفينيشن، المفروض ان ايه، ادي الفار باينري اهو ماكس، وادي الايه الايمج ماي تايب. عملنا كده جوه الداتابيز. محتاجين نظبط ده برده جوه مين، جوه الدومين بتاعنا، لان الدومين بتاعنا كان متظبط على حاجه غير كده، صح ولا ايه؟ وراح فين؟ جوه انتيتيز، وادي جوه مين؟ جوه بوكس. خلاص هنلاقي ان احنا كنا عاملين لغايه الفيرجن ديت، صح؟ الفيرجن ديت احنا دلوقتي محتاجين بعد الفيرجن ديت هنضيف بابليك بترجع بايت، بس اري بايتس، صح؟ سلسله من البايتس اسمها ايمج ديتا، وعلى جيت وست او ست وجيت. خلي الست الاول للسبيرست يعني، وبابليك سترينج اللي هو النوع بقى الايمج ام اي ام اي تايب، وبرده جيت ايه او ست وجيت. ماشي كده عملنا ايه؟ عملنا برضو اكستنشن للدومين بتاعنا. نروح بقى كده احنا خلاص بقى ايه الجزء في الداتابيز عملناه، وفي المود في الدومين بتاعنا ايه عملنا. هو عايز سايب جمله الالتر، قلت له ما تسيبش حاجه، بس سايب الايه اللي احنا زودناه هنا، ده الدومين بتاعنا. عايزين بقى ايه نروح للانترفيس بتاعنا اللي جوه فيوز بتاع الادمن بقى، فيوز ادمن، وجوه عايزين جوه مين؟ جوه الايديت. الايديت ده الشاشه بتاعتنا دي اللي هي كان فيها لو تفتكروا اللي هي بتاع الايديت بتاع الداتا بتاعتنا بتاع الكتاب. عايزين نزود له بقى ان يبقى في عنده حاجه اسمها ايه، فايل ابلودر ولا ايه، عشان يقدر يابلود الفايل. احنا كنا عاملين اتش ام ال بيجن فورم، كنا صفحه الايديت وعاملين ايه ادمن، صح؟ وباي ديفولت قلنا ان دي بيبقى التايب بتاع الميثود بتاعتها حاجه اسمها بوست، صح؟ فاكرين الكلام ده؟ وقلنا في حاجه اسمها جيت وحاجه اسمها بوست، والجيت اللي هي كنا شفناها اللي هي كويري سترنج اللي من فوق، والبوست بتبقى خافيه الكلام ده، ماشي. لكن المره دي ولا هينفع جيت ولا هينفع بوست. احنا عايزين نعمل هي بوست، بس احنا عايزين نظبط ان يبقى متفاهم ان في فايلز جايه، في ستريم جايه، مش بس داتا جايه لي، ولا هي داتا بس جايه على يو ار ال، ولا هي داتا جايه لي في البوست بس، لا ده كمان في داتا جايه لي من نوع ستريم زي ايمج او فيديو او كلام زي كده، خلاص؟ فلازم احدد له ده. لو في البيجن فورم احنا حددنا الايديت وحددنا الادمن، لو عملنا كوما هنلاقي فورم ميثود، خلاص الفورم ميثود اللي احنا نقدر نحدده. فهقول له مثلا فورم ميثود بوست، مش مشكله يعني الفورم ميثود بتاعتنا بوست، بس انا لازم احدد لك النوعيه اللي جايه لك. فورم ميثود هنختارها عندي جيت وبوست اللي اتفقنا عليهم اهم، هي باي ديفولت تبقى بوست. انا كمان عايز اقول له كوما، هيقول لي انت محتاج انك تحدد اتش ام ال اتريبيوتس، ان انا عايز حاجه اسمها الانكريبشن تايب، ان انا عايز ابعت لك مالتي بارتس على فورم داتا، يعني البيانات فورم داتا عاديه بلس ان فيها فايلات يعني كونكاتد او انتجريتد مع الداتا اللي جايه، يعني في داتا وفي ايه؟ في فايلز جايه مع الداتا دي، فيبقى عارف اصل الفايل دوت لما يجي يتبعت يا شباب يبقى بيتبعت ستريم غير ال، يعني مثلا لو دخلنا هنا اي صوره من دي تتكون، لو جينا عملنا ايديت كده بلاش ايديت، اقول له اوبن ويز وهقول له افتحها لي نوت باد، شيل بس دي كده مفتاح النوت باد، بص على الصوره وما تطلع، الصوره ما تطلع يطلع لك شويه مجموعه من العلامات والشخبطه الغير مفهومه، خلاص ملهاش اول ولا اخر. الحاجات دي مكونه دلوقتي بالنسبه لي الايه؟ للصوره، خلاص؟ فالحاجات دي حجمها كبير، داتا حجمها كبير جدا، وبتاخد وقت على ما بتتنقل على ايه؟ خد بالك انا لسه ما جبتش كمان السكرول بتاع الناحيه الثانيه، فاهمني؟ حجمها كبير جدا وبتاخد وقت على ما تتنقل من الايه؟ من كداتا.
فبياخدها كستريم فبياخد جزء جزء يعني بياخد مثلا الحته دي وبتتبعت وبياخد ايه جزء الحته دي اتبعت وبعد كده جزء فبيعمل ايه ستريم عمال ياخد بايتس 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 ورا بعض ورا بعض ورا بعض ورا بعض لغايه لما تتكون الصوره عنده وبعد كده يبدا يكون لك الايه الصوره في الاخر. فده الحته اللي انا عايز احدد له ان هو لازم يكون واخد باله منها. فهقول له عايز احدد حته اتش تي ام ال يعني تاج اتش تي ام ال اسمه انك تايب خلاص. فاقول له نيو انا وقت في الحته بتاعت اتش تي ام ال يعني. فقلت له انا عايز ازود هنا ميثود زي ما كنا بنزود الكلاس فاكرين كلاس اد كلاس وبنعمل هنا برضه هقول له لا انا عايز الانك تايب ده خاصيه اتش تي ام ال عاديه خلاص انك تايب مش عايز كابس لوك انا انك تايب بتساوي وثابت ان لما يكون في شاشه فيها لما يكون شاشه فيها ابلودر بنكتب على طول مالتي بارت على فورم ديتا ده بس مجرد تحديد بسيط لخاصيه اتش تي ام ال عاديه بنحطها مع اي اتش تي ام ال فورم اي تاج فورم تتحط عشان يفهم الفورم ان هو مش بس جاي لك داتا بتاعت داخله في تكست كده لا ده كمان في ايه في ستريم جاي لك من البيانات انت المفروض عايز توصله بلس الفورم داتا ذات نفسها بلس الايه بيانات الشاشه اللي جايه لك ذات نفسها. كلام جميل. كنا قايلين قبل كده واحنا بنعمل فوريتش من الفوريتش بتاعتنا ايه عشان كنا بنمر على حاجه حاجه صح كنا بنقول كله الا الاي اس بي ان كنا عاملين الاي اس بي ان شغل والباقي كله ايه شكل واحد صح. دلوقتي كله الاي اس بي ان بس دول الاي اس بي ان والايمج داتا والايمج ايه نيم تايب دول كلهم كده هيبقى لهم وضعيه مختلفه في رسم الشاشه. لو تفتكروا الشاشه اللي كنا بنعمل فيها ايه محدش فاكر الشاشه دي كده كنا بنعمل فيها لوب بحيث ان هو بيجيت الميتا داتا مباشر ويرسم الكنترولز على الشاشه بشكل ايه بشكل مباشر. فكنا عاملين الاي اس بي ان بايدينا اهو كنا عاملين تكست بوكس عاديه بايدينا فكنا مستثنين وهو بيعمل لوب لما يجي لك اللي هو النوع الاي اس بي ان فوته دلوقتي عايز اقول له فوته وفوت الايه الايمج داتا وفوج الايمج ام اي ام اي تايب دول هعمل لهم انا بايدي. فعملت الاي اس بي ان بايدي ولسه هعمل الاثنين دول التانيين بايه بايدي هتشتغلهم ازاي او هتدخل الداتا بتاعتهم ايه ازاي. فعايز اقول له اند البروبرتي نيم طويله هاخد دي كده كوبي كام مره لو البروبرتي نيم اي اس بي ان لا تساوي اي اس بي ان اند البروبرتي نيم لا تساوي اند ولا اور وفي نفس الوقت ما تكونش بتساوي لا ما هو اور يا دي مش تفرق لو واحده منهم فلتت مش هتشتغل عايزين اند لو دي اي اس بي ان اند ما هو اند لا ما تجيش ابدا يا عادي واحده من الثلاثه نعم اللي تيجي مع نقطة. طيب ماشي. هقول له ايه؟ لو البروبرتي نيم لا تساوي اي اس بي ان اند البروبرتي نيم لا تساوي ايمج داتا اند البروبرتي نيم لا تكون لا تساوي ايه؟ يعني تكون بتساوي ولا دي ولا دي ولا دي. خلاص؟ ممكن اعملها كده. اند image data and ايه كنا سامينها ايه image m i m e image m i m e طيب فكنا عملت له ايه تكون البروبرتي نيم مش اي سبين وتكون البروبرتي نيم مش image data وتكون الايمج نيم مش image m i m e في الحاله دي يعمل الكود القديم اللي احنا كنا مستقرين عليه. الكود ده كله هتعمله زي ما هو صح كده؟ مظبوط؟ طيب كنا عايزين بقى نعمل اللي هي بتاع الابلودر بقى. عايزين نعمل اللي هو الشغل بتاع الايه؟ الابلودر بتاعنا. احنا كده كنا قافلين ايه؟ البادي دي قفلت الديفاي بتاعت البادي صح؟ انا قبل الديفاي بتاعت البادي هنا كده. عشان هي من ضمن الايه الفورم ولا ايه؟
يعني انا عايز اضيف مكان اعمل في الابلودر من ضمن الفورم ذات نفسه، فبعيد عن الايه مش في الفوتر خالص، في نفس الوقت جوه مين، جوه الايه البانل اللي اسمها بادي. هعمل برضو ديفايا فورم جروب ماشي، وادي سلاش ايه هو ايه مش يعني عامله غلط ماشي، ادي ديفايا فورم جروب وقفلنا بسلاش بتاعتنا ماشي. ديفايا تانية هعمل ديفايا تانية سلاش ديف ممكن اضيف لها ستايل معين عشان اخلي شكل الحاجه تتعرض بشكل ما، هقول لكم على الستايل اللي انا عايزه بس نعرضه الاول اقول لكم الستايل هيغير ايه بالظبط ماشي. عايز اعمل ليبل ايمج، هكتب كلمه ايمج نقطتين الليبل، عايز اطلع الابلودر، الابلودر ليه اشكال كتير، انا عايز اعمل ابلودر بجافا سكريبت، فهعمل ابلودر كده بجافا سكريبت يعمل لي ان انا اطلع براوز، اطلع اعمل اوبن فايل دايلوج يعني بحيث ان اقدر اشتغل عليه، فهقول له انا هعمل لينكا هتاخد كلاس، الكلاس دوت هعمله ان هو باتون عادي، هيروح هايبر ريفرنس على انه مكان، قلت له هيروح على عايز اخليه يشتغل جافا سكريبت يعني هيتحكم في كود جافا سكريبت، بعمل كده كولون وسيمي كولون خلاص، معناه ان اللينك دي هيتحكم فيها شغل مين، شغل جافا سكريبت انا هبدا اتكلم عليه. طيب اللينك دي هتطلع شكل الزرار، هكتب عليها تشوز فايل تشوز ايمج، ممكن تلات نقط كده بحيث يبقى زرار عادي مكتوب فيه ايه تشوز ايمج وثلاث نقط كده نعم ابلود، لا تشوز على اسمه انت عايز سيلكتها الاول، وبعد كده لما يجي يدوس سيف هو بالنسبه لي سيف الابلود صح ولا ايه؟ فعلا هو بس هيطلع يسلكتها، هيطلع يسلكت الايه يسلكت الصوره ماشي. طيب ده الايه اللينك، جوه اللينك وانا جوه اللينك ذات نفسه عايز اعمل شغل بقى، لان اللينك ده اصلا شغل الجافا سكريبت اللي اتحكم فيه، انا عايزه اعمل حاجه اسمها انبوت التايب فايل، ده موجود اصلا في اتش ام ال عادي، الانبوت يكون التايب بتاعه فايل زي الانبوت التايب بتاع سبميت، زي الانبوت التايب بتاع تكست، زي الانبوت التايب بتاع باسورد، في انبوت تايب فايل وده معناه ان هو ابلودر، ده معناه ان هو ايه هحطه جوه اللينكه دي ليه، عشان عايز اخفي شكله واعمل شكله ايه الكلاس اللي هو الباتون دوت العادي ومكتوب عليه كلمه وكلام زي كده يعني كان احسن لي شكله يعني. فقلت له انا عايز اعمل انبوت التايب بتاعه فايل اهو موجوده التايبز الاساسيه بتاعت الاتش ام ال العاديه اهي تكست سبميت ورينج وايميل وحتى الحاجات الجديده بتاعت الاتش ام ال فايل، انا هقول له ايه؟ نعم؟ ما هو انت لو جيت عملت انبوت التايب سبيس التايب فايل وقفلت هيطلعك اللي هو الابلودر ده بس بالشكل اللي هو بتاعه اللي هو بتاع الاتش ام ال، فاحنا حطيناه جوه لينك وادينا له كلاس بتاع التنسيق عشان نقدر ايه؟ نحسن في شكله شويه خلاص، وبعدين هنشتغل عليه، انا هديله نيم عشان النيم ده هيتبعت لي صح، هديله النيم بتاعه اللي هو ايه ايمج، دي ايه اسم الفيلد اللي هيتبعت زي اي اسم فيلد عملناه يا شباب، زي ما كنا بنبعت البروبرتي نيم هي الايه اسم الفيلد، انا حددت اسم الفيلد ان هو يكون اسمه ايمج ماشي. طيب سايز حجمه على الشاشه اديله مثلا 40 بكسل أو 40 بس 40 سايز حجم العرض بتاعه يعني حجم العرض يعني بتاع الشكل، هظبط شويه ستايلنج ليه كتحسين للشكل بتاعه، لو احنا مش عارفين يعني بص انا هديكم الستايل ده عشان برضو انا ايه مش عايز اغبطكم في حكايه الستايل، هخلي الستايل في الاخر هوريكم شكله السيء وبعد كده نبدا ايه نستايل فيه لغايه لما يوصل لشكله يبقى افضل يعني. اسبانيه الاسبانيه دي عامله زي الدفايه كده، هديها ان هي عباره عن ليبل وممكن احدد اللي هي ليبل باللون للانفو
لون كده من ضمن الالوان المحجوزه وادي له اي دي اسميه ابلود فايل انفو اللي هي المعلومات اللي ايه المعلومات اللي مصاحبه ابلود فايل انفو مصاحبه للصوره اللي اترفعت يعني النوعيه يعني. وقفلت الايه الاسبانيه، الاسبانيه فاضيه خالص ما فيهاش اي حاجه ماشي. اللي عملناه الانبوت ماله ما قفلناهوش لسه، عايزين نعمل عليه شويه شغل شويه سي اس اس يعني. طيب كنت سايب هنا عايز اشتغل في شويه ستايلنج وشويه هنا شويه ستايلنج تانيين. ممكن نرن الصوره دي الفايل ده. طيب هو برضو ايه عايز يحس بال، نخش على نيو جيت كونسول واقول له ابديت سيوم، اقول له ابديت داش داتا بيز داش البروجكت كان اسمه البروجكت، لا هو اصلا ايه مع البوك ستور دومين صح؟ المرة بتاعت اعترض بوك ستور نعم ايه؟ اقول له فورس 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 ابديت داش فورس لداش فورس ماشي ماشي. هو قال لي انت شو انت عملته؟ لا لا مش حاجه، هو بيقول لي انا دلوقتي عايز اسمع هناك وكل ما اروح الاقيه موجود. انا كنت عايز اعمل هنا يعني، انا كنت عايز اجرب ان انا اعمل ايه؟ ان انا اعمل انا بايدي هنا وهنا وما اعملش الابلود يعني اعمل في الداتابيز واعمل في الكود زي ما كنا بنعمل زمان من غير ما فطبعا ان هو لا يعني عايز بس في الكود بس. فقلت له ماشي احنا اسفين يا ريس، نمسح الاثنين ابديت على هنا الباكج يكون مانجر هنا قول له ابديت كده تمام صح؟ احنا من اول هنا صح؟ كده مش مشكله. لو رجعنا كده للكتاب فعلا زودوا هم بعد ما حذفناهم صح؟ موجودين وبدون مشاكل ماشي. عملوا هما الاثنين ماكس مش ابديت. نرجع بقى للابلكيشن بتاعنا احنا هنا ونعمل ايه؟ ريفريش احنا جايين اديت من فين؟ اندكس اهو، تعالى على اي واحد من دول تمام كده. عشان ايه واحد مش بعتلنا اي سبان فهو كان بيقول لي انت جاي منين اصلا؟ ادي الايه الشكل بتاعها اهو. تشوز ايمج شكلها عامل كده وهو فايل سيلكتد. دي اللي جايه مع مين؟ مع البراوز براوزر براوز اللي هي نازله مع اللي هو بسبب فايل ده بتاع فايل لو تطلع تختار الايه الصوره اللي انت عايزها يعني تمام. فجاب لك الايه النيم بتاعها ده باي ديفولت ده باي ديفولت. طب احنا عايزين نغير في الشكل ده شويه. احنا كنا سايبين الستايل بتاع الدفايه اصلا اللي شايله كل اللي شايله الليبل بالابلودر بالاسبانيه اللي جنبيهم. ثلاث حاجات ثلاث مكونات الليبل بالابلودر بالاسبانيه اللي جنبيهم. فهدي له انا الستايل بتاعها خاص بالبوزيشن. في عندنا انواع كتير انا هختار له الريلاتيف عشان يبدا ايه يبقى اكتر مرونه في الحركه بتاعت الصوره يعني. لو جينا عملنا ريفرش كده
ايه نخش كده لسه ما فرقش معانا بس هيفرق معانا لما تيجي اصل انا عايز احط هنا يا شباب عايز اعرض هنا الصوره صغيره فاهمني فانا عايز لما تيجي تبقى ايه تاخد ايه تاخد مع الحاجه اللي كده جنبيها عايز اعرض صوره صغيره وعايز اعرض صوره صغيره غير لما اطلع بلوده ابقى اعرضها بره عايز اعمل الحركه دي يعني الاثنين مع بعض طيب الستايلنج اللي انا عايز احطه هنا بقى للانبوت فايل بقى ده اللي هو من شكله هنا المنظر ده عايز احط شويه ستايل كده كتير شويه البوزيشن بتاعه الموضع بتاعه اختار له ابسولوت اللي هو مكان ثابت يعني من التوب والرايت والليفت بتاع مكان ثابت خلاص سيمي كولون هختار في حاجه اسمها الزد اندكس ودي بتخلي الحاجات تظهر قصاد حاجه يعني حاجات تبقى قدام حاجات الحته دي شويه تاخدوا بالكم ان هو بقى بص تشوز ايمج بقى طالعه فوق اهي كليبل صح وتحتها دي نزلت لان هو بقى مكانه ثابت كده في حاجه ثانيه اللي هي يعني هم على فكره دلوقتي الفايلز تحت الزرار تحت كله احنا يعني كنا عاملين لينكه ولينكه مدينا باتون وتحتيها فايل لو فاكرين او جنبيها فايل ده جواها كمان صح فين اللينك اهي اللينك اهي صح واللينك جواها الكلام ده فهي معتبره الزرار حاجه من ضمن الحاجات اللي بتداس عليها عشان تشتغل اللينك فانا عاوز يعني اخفي ده شويه يعني اعمل له ايه في حاجه اسمها الزد اندكس موجوده في الـ اسمها ديت في معايا في الستايل شيت في السي اس اس يعني خلاص الزد اندكس بتعمل زي ايه لما يكون عندك حاجات كتير مع بعض بتعمل زي لايرز لما اديها صفر تبقى قدام اديها واحد تبقى ترجع ورا اللي قدام اديها اثنين ترجع ورا اللي قدام فاهمني؟ بحيث لو عندي اكتر من حاجه اقدر ارتبهم ايه؟ ارتبهم از لايرز يعني ورا بعضيهم يعني خلاص فانا عايز ارجعه ورا فممكن اقول له مثلا ايه انا هخلي الزد اندكس بتاعتك اديها له باثنين لو لقيتها لسه مش ظاهره ممكن اديها ثلاثه بخمسه زي ما انت عايز يعني خلاص بالذات لما يكون عندك حاجات فوق بعض كتير او حاجات جوه بعض كتير وعايز ترتبهم ايه؟ ترتبهم جنب بعض او ورا بعض ممكن ده ما تشوفوش تاثيره دلوقتي لكن لما تيجي الصوره هتبان بقى معايا لان انا عايز اخليها زد اندكس 2 واحط الصور في الصوره الثانيه فوقيها ماشي دي زد اندكس حاجه ثانيه من الحاجات اللي هي التوب بتاعته يعني كم سائل التوب دي هنا بحافظ اللي هي مقصود بيها المارجن الهوامش العلويه بتاعته هديله ما فيش مش عايز اي هوامش والليفت مش عايز اي هوامش يعني في الحته بتاعته بالظبط يبقى ما يعني ما فيش اي سبيسنج خالص في الانبوت فايل ده ممكن ما تحسش بده بس هو بدا يختفي ان هو لسه هشيله لك دلوقتي خالص فبدا يلف شمال خالص في الاريا بتاعته بالظبط طبعا يعني جوه الدفايه بتاعته بدا يشيل كل هوامش الشمال وكل هوامش اللي ايه كل هوامش اللي فوق ماشي واحده واحده لغايه ما تشوفوا الشكل اللي عايزين نوصل له في الاخر ده الليفت والايه والتوب في حاجه اسمها الفلتر والاوباسيتي ما اعرفش تعرف اسمها الاوباسيتي ولا اللي هي درجه الشفافيه ايه درجه الشفافيه يعني في عندنا بتتعمل بكذا طريقه يعني في عندنا بعض البراوزرات بتقبلها فلتر نقطتين الفا اوباسيتي وادي له نسبه الشفافيه وفي بعض البراوزرز اوباسيتي على طول بتشتغل معاها فلما بيكون عندنا خصائص من الخصائص الحديثه بالذات دايما تبقى المشكله دي ما تبقى خصائص حديثه بس بتلاقي بعض البراوزرز تقبلها بطريقه وبعض البراوزرز تقبلها بايه؟ بطريقه ففي الغالب بنبقى عاملين ايه؟ مكبينها بالطريقتين بحيث لو البراوزر قبل دي يفهمها لو قبل دي يفهمها وفي ميزه في البراوزرات لو في اتريبيوتس ما فهمهاش ما بيعملش حاجه فاهمني؟ هو بيحاول يقربها لاقرب ايه؟ لاقرب حاجه عنده ما عرفش يفهمها بيسيبها فاحنا بنكتب الايه؟ الخاصيه بالشكلين بحيث لو قدر يفهمها ده ماشي لو قدر يفهمها ده ماشي بحيث نتارجت ان احنا نقدر نشتغل على اكتر من براوزر هتلاقي الحاجات دي بتبقى مشهوره جدا في مثلا نيجي نشتغل على 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 كل انواع البراوزرات اللي شغاله تبع موزيلا نحط داش مو ام او زد وداش ونكتب الخاصيه هتلاقينا في بعض البراوزرات زي مثلا انترنت اكسبلورر بيبقى ليه خاصيه مختصه بيه فبنضطر نعملها له مثلا زي كده بنعمل له الفلتر نقطتين والالفا كذا فاهمني ازاي؟ غير البراوزر الثاني يقول لك بس اديني كلمه اوباستي بتساوي وانا هفهمها الى اخره فساعات بيبقى في عندنا فانكشن واحده او بروبرتي واحده بس بتشتغل باكتر من اسلوب على حسب الايه على حسب البراوزر يعني
فانا هعمل دي كده اخليها تحت كده وهكتب اللي هي خاصيه الاوباسيتي بالشكلين اللي بتقبلهم البراوزرز. يعني اول شكل ان احنا نقول له فلتر طبعا تلاحظوا ايه بص مكتوب ايه اقروا كده اللي طلع لي قال لي ده اي 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 اونلي يعني انترنت اكسبلورر اونلي هو اللي بياخده بالشكل ده خلاص وقال لي يوز تو ايه بروديوس فيجوال افكت يعني هيعمل شويه تاثيرات في كل الافكتات بتاعت الفلتر بقى في تحت الفلتر ده افكتات كتير انا عايز منها بس اللي هو الاوباسيتي بس خلاص فهاخد هقول له فلتر وهقول له انا عايز اعمل هو بص لاحظوا قال لي ايه الفلتر ممكن ياخد الشهير يعني الفا اوباسيتي على 50 فيديك ايه درجه شفافيه 50 مش عارف ايه الكلام ده قلت له ماشي على العموم احنا هناخد الفا طبعا هي طريقه غبيه جدا ان تلاحظ ان يعني اول مره نعمل خاصيه بالشكل ده جوه السي اس اس دايما هو بروبرتي بتساوي فاليو بروبرتي بتساوي فاليو ثم قلبوها شويه مش مشكله بس احنا فهمنا القضيه بتاعتها يعني فاقول له خلاص اوباسيتي بتساوي انا هديها زيرو انت ممكن تديها 30 او نخليها 30 او 40 او 50 انت شوف الشكل اللي ايه اللي يريحك بدرجه الاوباسيتي بتاعتك ماشي دي طريقه من الطرق اللي بيبقى لها زي ايه زي ما قلنا انترنت اكسبلورر في بعض البراوزرز بتاخدها كده اوباسيتي على طول مباشر كده تقول له 30 القضيه انتهت خلاص كده ده في براوزر بتاخدها كده بس احنا كتبنا بالشكلين ليه؟ زي ما اتفقنا عشان في براوزرز بتقبل دي في براوزرز ما بتقبلش ايه تاخد الثانيه الشكل الثاني دوت ماشي الباك جراوند كلر لون الخلفيه بتاعته اهو اديك باك جراوند كلر اقول له باك جراوند كلر طبعا في الوان كتير ممكن تختار اللون اللي انت عايزه وفي منهم اللون اللي هو ترانسبيرنت فيبقى شفاف على اللي وراه فاللي وراه يبان اقول له العب على ان يبقى في الصوره تبقى الصوره بعدها كده تبان فاهمين ازاي ترانسبيرنت ماشي ادينا له ان الباك جراوند كلر بتاعتك هتبقى ترانسبيرنت طب ولون الكتابه يعني لون الكتابه اللي الكلام اللي ظاهر يعني هديله برده ترانسبيرنت انا مش عايز اظهرها ولا هي ولا كلام ولا عايز اظهرها هي ذات نفسها ولا الكلام بتاعها يعني لما احط الصوره هو طبعا واخد لاحظوا ان الكلام بدا يبقى ايه جاي تحت الايه الزرار خدوا بالكم من القضيه فقدر يفهم فكره الزد اندكس والترتيب بتاع الايه الكنترولز اللي قصاد بعضها في حاجه اختفت بس انا مش شايفها اللي هي كانت مكتوبه قبل كده اللي هي ايمج تحت هي تحتيها اللي واخد زد اندكس اقل منها بس ماشي طيب احنا قلنا كلر ترانسبيرنت خلاص طيب ده كله شويه خصائص في ضبط العرض عشان انا عايز اعمل عرض معين للصوره صغيره جنبيها مش مشكله يعني هتتعودوا على الستايل شيت بالذات لان ده حاسس ان هو ستايل شيت متخصص شويه او دخل في التفاصيل شويتين يعني مش شويه واحده بس لكن مش مشكله يعني ما تشغلش بالك بالتنسيق بتاعها انا عايز اعمل حدث بالجافا سكريبت اللي انا قلت له عليه فوق فاقول له انا اون تشينج يعني اول لما قيمته تتغير عايز اعمل عمليه اول لما قيمته ايه تتغير ودي الحدث ده بيتم اول لما ابقى سيلكتد حاجه او مش سيلكتد حاجه لما سيلكتد حاجه او ابقى مش سيلكتد ايه مش سيلكتد حاجه فاهمني ولا مش فاهمني؟ خلاص؟ يعني بتتغير كل ما انا اسيب السلكت او احط سلكت، يعني اما اختار كده يعني. الحدث ده بيتم مع كل لما اجي كده اهو زي ما هو، اول ما عملت كده المفروض كده حصل تشينج. فانا عايز اعمل ايه؟ اخد ايفنت ان انا اخد الفاليو بتاعت الحاجه اللي اتعرضت وابدا اعرض مكانها لايه؟ الصوره اللي هي الصغيره دي. فاقول له في حدث التشينج بقى نعمل كده امر من اوامر بتاعت الجي كويري السريعه يعني ببساطه جدا امر الجي كويري حطوه جوه الاتش ام ال هيشتغل طبعا حاطين الملف بتاع الجي كويري بتاعتنا موجوده موجوده مش موجوده؟ موجود خلاص عملت علامه الدور الساين وفتحت القوسين وهو منادي هنا على الكنترول بتاعي ده طريقه الجي كويري بتعمل كده طريقه الجي كويري بتعمل كده بس طبعا ما ينفعش دبل كوتيشن جوه ودبل كوتيشن ايه؟ فتشتغل بره بدبل كوتيشن وجوه بسنجل كود يعني تشتغل بره بسنجل كود وجوه بدبل ايه؟ وهو بدبل كوتيشن بحيث ما يتشابهش معاك العمليه. دي طريقه في الجي كويري كده علامه الدولار ساين وافتح قوسين ودبل كوتيشن اكتب اسم الكنترول اللي انا عايزه. والشكل ده لما اقعد انادي بقى اسم الفورم ودوت مش عارف اسم الكنترولر واخد اول كنترولر او اسم الكنترول وبعد كده يعني طريقه مختصره يعني للجافا سكريبت العاديه. فانا هقول له ماشي مفيش مشكله انا عندي اللي هو
ابلود فايل انفو، عارفينه ده ولا لا؟ اللي هو فين؟ اللي هو ده اللي هو السبناية اللي احنا عملناها تحت اللي تحت اللينك دي، السبناية دي اللي احنا سايبينها حتى الان ايه السبناية فاضية، اللي هي السبناية فاضية، السبناية دي زي الديفاي فاضي، زي الديفاي ايه زي الديفاي فاضي. فالمهم عملت له السيلكتور بتاعي واخترت ان انا عايز دوت، هقول له جواه دوت اتش تي ام ال اللي جواه، انا عايز كده اوصل للاتش ام ال جواه اللي هو الحته اللي هتبقى هنا اهو، شايفني عايز اتكلم نوت ما بينه وما بين ما بين فتحته وما بين وما بين قفلته. هتعمل ايه سيادتك؟ قلت له عايز ابعت له قيمه هنا اهو. لو كتبت هنا مثلا سي كريم، مفترض يطلع كلمه ايه؟ تطلع كلمه كريم، او تعمل تاج اتش تي ام ال وسيف اتش تي ام ال، او تعمل اللي انت عايز تعمله تعمله، هيبعته له ايه اكنه ما بين اتش تي ام ال ما بين الفتحه والقفله بتاعته. تكتب كود اتش تي ام ال اللي انت عايزه. فاهمني؟ انا مش عايز اعمل كده. انا عايز الاتش تي ام ال اللي موجود هنا اخد انا وقت جوه الانبوت بتاع الفايل تايب ده بتاع الابلودر ده، صح؟ معايا مش معايا؟ انا عاوز اخد القيمه بتاعت الحاجه اللي اترفعت، القيمه بتاعتها اللي هي الصوره ذات نفسها، اللي هي الصوره ذات ايه؟ نفسها. فانا بنفس الطريقه بتاعت الجي كويري اللي هي دي، اللي هي السلكتور اللي هي علامه الدور الساين وافتح قوسين واكتب اسم الحاجه، عايز اسلكت نفس اللي انا فيه، نفس الانبوت اللي انا فيه، يعني ادعي على نفس الانبوت اللي انا فيه. في كلمه مشهوره كلمه ذس، لما اكون عايز تشتغل على نفس اللي انت فيه في جافا سكريبت، فممكن اقول له ايه؟ اهو عايز اسلكت هنا ذس، خلاص كده وصل للكنترول، اقول له دوت فال وافتح قوس واقفل ماشي. دي كده لوحديها نشوف بتاخد ايه يا شباب، وحدها كده. دي كده بتعمل ايه؟ بتسلكت ذس، يعني بتسلكت اللي انا فيه، اللي انا فيه اللي هو مين؟ الانبوت اللي التايب بتاعه ايه؟ فايل. هيسلكته. هيجيب الفاليو بتاعته، يعني هيجيب ايه؟ الصوره اللي انت عايز تشتغل عليها. الصوره دي هيحطها ك HTML، ك HTML في انه كنترول؟ اللي هو اسمه ابلود فايل انفو. يبقى جوه الاسبانيه دي هيترمي هنا اللي هي الصوره، اللي هي الايه؟ اللي هي الصوره بتاعتها. تمام كده؟ ها كده تمام؟ طيب لغايه هنا كده. طبعا انا عارف الحته دي كده فيها ايه، دخلنا سي اس اس وجي كويري ومش عارف ايه شويه، فدقيقه شويه عليكم او غريبه شويه عليكم، مش مشكله خلاص مش مشكله، بس ايه دي طريقه لعرض الكنترول ذات نفسه، عرض اللي احنا كنترول عايزين نشتغل عليه ذات نفسه. يعني الفاليو دي هتعرض اليو ار ال ولا هتعرض الصوره نفسها؟ الصوره ذات نفسها خلاص، الصوره ذات نفسها، لان انا قايل له عايز الفاليو بتاعتها. انا كده كده الفاليو دي هتحكم فيها، اقول له انا عايز اعرضها ايمج واديها كلاس واديها ويدث واديها هايت واديها، يعني انا برضو هشتغل على ايه؟ على الصوره اللي هتطلع او الفاليو اللي هتطلع انا هكون عايزها عامله ازاي؟ فاهمني ازاي؟ انا كده مجرد ان هو المفروض بيترمي الاسم هنا مش باين على ابيض، احنا اصلا خلينا الكتابه بتاعته ترانسفيرنت. فاهمني ازاي؟ فاكرين لو تفتكروا قبل ما اعمل لكم كنت اوريكم وانا بختار كان بيكتب اسم الايه؟ فاكرين ولا مش فاكرين؟ كان بيكتب اسم الحاجه اللي انا اخترتها، صح؟ انا عايز دلوقتي اعمل ايه؟ عايز اقول له خلاص هاتها بقى وانا عايز اشتغل عليها بحيث ابص انا واقف عليها عملها ازاي؟ عملها فينت، صح ولا عملها فينت ايه؟ ديزرت دوت جي بي جي. خلاص فانا عايز اعمل ايه بقى؟ عايز اقول له لا انا عايز اطلعها از ايمج، لو كان عايز العب على على دي هعملها رازو، اقول له لو كان الصوره جايه مفيش ايمج طلع لي رساله قول لي كذا، لو كانت جايه صوره فانا عايزك تعرضها لي بقى جوه ايمج واديها كلاس واديها ويدث واديها هايت واظبطها واعرضها لي في الصوره دي. فهمت اللي انا عايز اعمله؟ خلاص فانا عايز اديله بقى القصه دي دلوقتي، اعملها ازاي؟ قام جاي هنا كده ايه؟ هو انا هعرضها جوه الاسبان ماشي، بس انا دلوقتي انا خلاص عملت جول الاسبان والكلام ده كله، انا عايز ان هو اقول له الحته دي، اقول له اف خلاص ان الموديل اللي جاي لي دوت ايمج داتا، عندنا ايمج داتا دلوقتي صح ولا لا؟ لو كانت بتساوي نل يبقى انا متفهم ان هو بيعمل ايديت اصلا مفيش صورة متسيبة. معايا ولا مش معايا؟ صح ولا ايه؟ خد بالك انا بعمل ايديت، فلو مفيش صورة متسيبة فانا كل اللي انا عايز اطلع كلمة نو ايمج جنبها كده. لو كانت في صورة متسيبة اعرضها. صح؟
طيب قلت له ماشي، على العموم لو كانت الايمج داتا دي بتساوي نل بعايزك تعمل لي ديفاية بسيطة جدا، والديفاية دي هديها بس كلاس كده ان هي فورم كنترول ستاتيك، فورم كنترول ستاتيك، تشوف شكله عامل ازاي، فورم كنترول ستاتيك، واكتب جواها نو ايمج مفيش صورة، ودي الحالة اللي المفروض تطلع معانا دلوقتي، ولا حد معترض؟ المفروض دي الحالة الطبيعية دلوقتي معانا، ان لسه مفيش ولا حاجة عندنا فيها ايه؟ فيها صورة، بس انا محتاج ان انا اعمل الكوسنة ان احنا في الرازور هنا نضطر ان ايه؟ نثبت ان في فكرة الاقواس موجودة، إلس معناها في صورة تحت، في صورة جاية من تحت يعني اقصد من الداتابيز يعني. لو في صورة جاية من الداتابيز عايز اعرضها، عايز اعرضها ازاي؟ هقول له ايمج وديها كلاس، كلاس اسمه ايمج، ايمج سيركل دي اللي هي تعمل لك ايمج بس يكون بشكل مدور وفي ريسبونس في راوند مع الحواف متربع يعني، العب انت واتفرج في الاشكال اللي معموله دي. وفي ثامبنيل دي اللي هي بتعملها صوره كانها صوره مصغره يعني، فنختار ثامبنيل دي تعمل كصوره كانها صوره مصغره، وادي له ويدث بتاعها 150 مثلا، والهايت بتاعها ما بتديك ديزاين كده صغير، صوره صغيره، وهي اصلا متخصصه في شكل الصور الصغيره. خلاص انت عندك الايمج داش، هتلاقي احنا شفنا كام واحده، شفنا حوالي 5 أو 6 صح؟ عندك سيركل وريسبونسيف وراوندد وسامبل، العجيبه كلهم بيشتغلوا اهو. سيركل حلو ده، هيعمل لك الصوره مدوره، مش يعني اختار الديزاين اللي يعجبك، مش فارقه معانا. خلاص الويتش عايز تقول ايه؟ اصل عشان ده قعدت كتير عشان تدور على اللي هي بتاع الجواز، كنت عملت انت بوردر واديتها البوردر بديك وخلاص، لو انت مش عارف مش حافظ اسمها يعني بتاع يعني انت كنت بتدور على الثانيه هتطلع المنظر اللي انت على الله، تطلع المنظر اللي ببالك اللي انت عايزه يعني. المهم الاس ار سي بتاع الصوره ديت، ودي اخطر حته بالنسبه لي، هجيب الاس ار سي، انا عايز اجيبه من ات يو ار ال دوت اكشن، خد بالك لان انا ما عنديش اصلا بالفعل صوره ولا ايه؟ ما عنديش صوره، ده انا عايز اجبتها من فانكشن انا لسه هعملها، عايز اعمل حاجه اسمها جيت ايمج ماشي، اللي هي هتبقى عاملينها اسمها جيت ايمج صح، وهعملها كاكشن ميثود جوه البوك، هظبطها ازاي ديت تفك لي بايتس جايه من الداتابيز وتجنريتها از ايمج. الحته دي اخطر حته، اللعب كله هنا، انا ما هجنريتها عباره عن بايتس، انا عايز اجنريتها واطلعها اكنها ايه؟ اكنها بالفعل بتاع دوت صور كوما وال نيو الراوتنج بتاعها، هبعتها بس رقم الكتاب لان هو بالنسبه لي هو اللي انا هضطر ابحث بيه يعني الموديل بتاعي يعني ايه، انا عشان اعرف اطلع انه صوره اكستراكت انه صوره، انا عايز رقم الايه؟ رقم الكتاب عشان اجيب الصوره بتاعت الكتاب ده، فاهمني ولا ايه؟ خلاص فانا عايز ابعت الاي اس بي ان موديل دوت الاي اس بي ان عشان اقدر من خلال الاي اس بي ان اقدر اعرف انا عايز اعرض انه صوره. ده الحته بتاعت الايه؟ الاس ار سي اللي هي فيها الشغل كله. اللي هي فيها الشغل كله. بص كده معايا على الحته دي لان دي اللي هات نادي على الشغل. ايمج كلاس اديناها اي كلاس ويدث وهايت اس ار سي. الاس ار سي بتاعنا بقى نادينا على يو ار ال على اكشن، قلنا هينادي على ميثود اسمها جيت ايمج جوه الكلاس اللي اسمه بوك، وبعتين له احنا الايس بين، فهو هياخد الايس بين، يبقى احنا المفروض نعمل اكشن بس جوه البوك اسمها جيت ايمج هتستقبل الايس بين، ومفترض تريترن ليا صوره الكتاب ده، صوره الكتاب ده تمام. طيب دي حاجه، دي ميثود غير الميثود اللي المفترض لما ادوس على سيف تسيب الصوره جوه الايه؟ جوه الداتابيز. يعني عندنا دلوقتي ايه؟ مهمتين اساسيتين، واحده اللي هتبقى خاصه بالعرض خلاص،
واحدة اللي هتبقى خاصة بالسيف، واحدة تبقى خاصة بالعرض، واحدة تبقى خاصة بالايه بالسيف. بس اعملها فيديو تاني اعتقد.